أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: أورد أحد المحاضرين هذا الكلام ونريد الحكم الشرعي في كلامه وفي قوله، قال إن من قرأ القرآن بعمق وغاص في آياته واستخرج اللآلئ منه والجواهر صار عبدا ربانيا إذا قال للشيء كن فيكون، ثم بعد أن قال هذا الكلام ناقشناه على كلامه وما زال مصرا عليه، فما حكمه وما حكم كلامه؟ هذا المبالغة. الذي يقول للشيء كن فيكون هو الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذا لله عز وجل. وأما المخلوق إنه عاجز لا يقدر أن يقول هذا القول لنفسه، هذا يعني هذا كأنه يتشبه بالله عز وجل في أمره، فيجب ترك هذا الكلام، يجب ترك هذا الكلام، ويجب على هذا المحاضر أن يتراجع عن هذا القول. وهذا القول قاله الصوفية من قبل، هو جديد، هذا قاله الصوفية، إن الإنسان يصل إلى درجة، الصوفي يصل إلى درجة أنه يقول للشيء كن فيكون، وأن الأشياء تمتثل أمره، ويعتبرون هذا من الكرامة، هذا من مذهب الصوفية، ألا يجوز الكلام هذا؟ فعلى هذا المحاضر هداه الله ان يرجع للصواب، وان يتأدب في اللفظ، يدرك المبالغه، ولا يتأثر بكلام الصوفيه يظن صحيح او صحيح.